أنه في طرف الأندوبية أسمح له أنه أيضا كان ذهب للمدير الكليني للشتوكا يتباعها طبعا الحاكم اليوم فهو إطار من داخل الأندوبية وأيضا فهو حاكم دولي لكرة السلة لكي مستقي الدولي لكرة السلة على المستوى الوطني سير في جميع الجمعيات الأندوبية مختلف مناطق أو الوزارة مختلف مناطق المملكة لاتفاقات مع مسيري الأندية ومسيري الأسر من خلال هذه العروض قدمت هذا القانون قدمت هذه المستجدات ما جاء به القانون بخلاف القوانين السابقه خاصه التي تتعلق بالملاكمه والممارسه وغيرها من النقاط. طبعا هناك كان تقدم الشكر الجزائري للرابطه الجهويه للصحافه الرياضيه سوس باسا اللي فكرت دير هذا اللقاء. اللقاءات التواصليه اللي نظمتها المديريه الجهويه ووزاره الشباب والرياضه اول حاجه غنبدا بها هي واحد الاطلاع على الوزاره غير باش الاخوان كيتسائلوا واش نسافروا مزيانه كلشي كاين دونك كاين mgs.gov.ar كنمشي باللغه العربيه لان الفرنسيه ناقص من النصوص كاين بالعربيه والفرنسيه كنمشي بالعربيه كنمشي للوزاره كاين فيها اختصاصات اللي كنقدمي النصوص القانونيه كنمشي المدينه والرياضه بقوانين كامله قانون رقم 0 قانون رقم مكافحه تعقيد المنشطات قانون 3 كاملين واخر قرار هو قرار وزير الشباب والرياضه رقم 2321 بتحديد مبلغ رسم كتاب الضبط هذا العرض ديالو وزدت عليه شي تلقيحات وحدثت منه شي هو السادس وخرج منه واحد الظاهر شريف 89 الجمعيات الرياضيه في 19 مايو 2016 هذا هو اللي كاين دابا حاليا غايه ممارسه النشاط او عده انشطه رياضيه الماده الاولى من القانون 30/95 كاينين جوج انواع ديال الجمعيات الرياضيه جمعيات جمعيه وحده النشاط اللي كنسميوها ديال الهواه يتضمنها في الصريح اسم الجمعيه والهدف ديالها الاسماء العائليه وديال ديال لائحه ديال اعضاء المكتب جمعيات خاصة وجمعيات صراحة أنا متخوفين أنا اللي بنسوي هو المسألة ديال الأنشطة فهمت من الهضرة ديالك السي بوان بأنه كيدار المكتب المديري عاد المكتب المديري كيدار فورا كاين هذا مكتب الدول القيمة الملاحظة ديالي هو أن واش الوزارة راعت في إصدار هذا القانون ديال 30/9 أن هناك جمعيات لا تتوصل بدعم إلى توصل 3000 درهم مثلا في السنة وهي تتمارس نشاط رياضي وكتقوم بواحد الدور فعال في المنطقة ديالها إلا أن الموارد ما عندهاش كيفاش يمكن لهذه الجمعيات انهما يلائموا رؤوسهم بهذا القانون ديال 30/9 ومساله اخرى هو انه قلت بانه خص المجلس الاداري المجلس الاداري لا كاين المكتب المديري وانه كاين دي سالاري يكون عند الجمعيه وانه كيفاش يمكن لنا انه راه ديكلاري دي سالاري وانت ما عندكش ان اذا انت واجهنا اشكاليه اللي هي الاخص ماديه اذا كيفاش يمكن للوزاره ان تعالج هذه الامور خصوصا ان معظم هذه الجمعيات منضويه تحت لواء العصبه مثلا عصبه سوسي كره القدم هناك جمعيات كثيره ولكن تفتقد لان هذه الشروط اللي مذكوره في القانون 30/9 وشكرا التدخل ديالي ربما غادي يكون بسيط اول سؤال هو اللي يتعلق واش يكفينا مثلا واحد التجمع مثلا اللي كنتم في الاونه الاخيره مع مجموعه من الانديه ومع مجموعه واش يكفينا واحد في الوقت اللي تنعرفوا بانه عندنا في المنطقه ديال سوس هنايا مثلا خصوصا الاخوان اللي تيمارسوا التيكواندو والكاراتي كاين انشقاقات في العصب ديالهم يعني كاين اللي حاضر كاين اللي ما حاضر وكاين الاخوان اللي حضروا يعني تيوسيو هذوك الاخرين اللي ما حضروا لانه راه النظام اول قانون جديد يعني صعيب عليكم ما خصكم على الاقل تحطوا هنا هذا من جهه اخرى
دائما حنا كنا ننتظروا يعني من قوانين بحال هادو خصوصا قانون التربيه المدنيه والرياضه ياخذونا مثلا في بعض الجوانب بحال فرنسا ولا بحال اسبانيا. يعني النادي تيكون عنده الحق تيكونوا عنده الحكام ديالو النادي تيكونوا عنده الحكام ديالو مثلا في الفئه ديال المينيم ولا الكاطي الى غادي يلعبوا مثلا الحسني غادي تلعب مع عين زكان تيمشيو للمينيم ديال عين زكان مع الحكم ديالهم وديال عين زكان تيجيو يعني تيكون واحد هذا من جهه من جهه اخرى ما يتعلق بالاعلام الصحافه يعني ما تذكرش انا في قانون التربيه ما تذكرش انا نهائيا يعني الناس ديال الاعلام والناس ديال الصحافه مثلا في اسبانيا كاين تاثير ديال الاعلاميين وكاين التشغيل ديال الاعلاميين يعني من طرف الانديه يعني كاين الاذاعه كاين مثلا الفرق اللي عندهم الاذاعه ديالهم الخاصه كاين الفرق اللي عندهم القنوات ديالهم الخاصه والفرق الصغرى مثلا اخرها مثلا مالاغا في الاونه الاخيره تشنات يعني القناه ديالها والقناه التلفزيونيه والراديو وفي نفس الوقت يعني دارت واحد المدرسه في مالاغا يعني تتمولها لتاثير وتكوين يعني الاعلاميين اللي غادي ياخذوا زمان يعني مثلا العمر يعني مستقبلات يعني هذا الاعلام الغياب ديالو في هذه المنظومه الجديده كاينين اللعابه ديال كره السله شدوا 30 44 45 عام واحد بوعزه قويه ديال كان ديال لي فار 45 عام واش انت 18 عام غتبقى تسنى حتى يدير جينا فواحد لي كور دونك الناس شافوا فيك واحد اوريونتال كان الكلوب تيكون عنده دي زارب جوج ولا ثلاثه ديال لي زارب من بعد كان اربيتر ولاعب ومدرب ومع الكثرة ولا دابا الجامعات ولا منظم تيدير خاص تكون إما حكم إما مدرب إما مهندس لأن القاعدة وسعات بزاف